شو قاعد يسوي هون؟ تعال جاي، تعال تعال جاي. انا هديك المره مش مسكتك وديتك للمدير، بعدين قل لي كيف دخلت هون؟ بالغلط بالغلط والسبب بالغلط قدامي على المدير. تحرك قدامي، بعدين فيك انت. انا فيش وراي شغل غيرك، فيش وراي شغل في المدرسه غيرك. تحرك قدامي، تحرك قدامي. يلا خلص. ممكن تفهمني شو اللي بصير بالضبط؟ ولك شو كنت بتعمل بغرفة الكمبيوتر كمان مرة؟ قول للمدير. أهلين أبو عمر، إيش في؟ تفضل شوف، تفضل يا أستاذ. عشان المرة هديك ما خلينا يجيب أبوه. المرة هديك الأستاذ سعد وصل لك. المرة هاي شو؟ كسرت كمبيوتر؟ كمبيوتر؟ وبعدين معك أنت؟ إيش صار؟ ليش كسر الكمبيوتر؟ ما ترد؟ ما انت وما وراك غير المصايب، رد! بالغلط استاذ، بالغلط. كنت بحركه ووقع لحاله. ولك انت شو مدخلك على غرفة الكمبيوتر كمان مرة؟ وبعدين كيف دخلت؟ كيف دخلت؟ كمبيوتر؟ تكسر كمبيوتر ولك؟ بكرة بتجيب ولي أمرك، ولا أنا بتصل معه وبعرف شغلي معه. يلا روح من وجهي، يلا! صار شو راح يصير هسا؟ ويصير شو ما يصير؟ صار حبيبك يعني هسا؟ يا زلمة مهلك؟ الولد قاعد يتبهدل من قلة ما عمل بالناس يعني هو؟ أنا حكيت لك ما بدي أساعده وبستاهل كل اللي بيصير فيه، بس أنت اللي أصريت. أنا بفكر أحكي للمدير إنه كنا معه. نعم؟ شو؟ انجنيت أنت؟ طبعاً لا. يا زلمة، يا زلمة حرام عليك؟ أنت بدك تبهدل أهلك؟ تبهدل أمي وخالتي؟ ليه؟ ليه؟ عشان مين؟ عشان رائد؟ ولا عشان دينا؟ زيد مالك؟ احكي منيح فهدي. أنا بطلت فاهم عليك. بعدين أحكي لك شغلي، لو رحت حكيت للمدير رح أحكي إنك كذاب وانت حر. زيد، زيد زيد، اتذكر إنه ما حكى إشي للمدير، ولا كان أنا وياك مستوتين معه هسا. ما بيك زيد، يا زلمة انت ما عندك قلب؟ ممكن تفهمني شو فيه؟ ما في شيء. بعدين معك احكي يا رجل، كفلتك هديك اليوم ما تعمل مشاكل، لقيتك مطرود على باب الصف، حكيت لي ما لك دخل وصدقتك، وهسا مكسر كمبيوتر. ايش اصدق هاي المرة؟ تصدق شيء يا استاذ ومش مهم. انا بعرف كيف احل مشاكل بايدي زي الرجال. طب شو ما استناك اليوم؟ لا لا، بدي امر على المكتبه، بدي اجيب كتب واخذ كتب ابدل. اشتري كمان غرض للبيت. خلص اوكي زين، اشوفك باي. اترك لي بس الموضوع وانا بحله. كيف بدك تحله؟ شو بدك تعمل يعني؟ وكيف بدك يعني اتركه ما اعاقبه ما احكي لابوه؟ والكمبيوتر اللي كسره هو غلط، ومن حقك تلاقي له العقاب المناسب، بس احنا ما بدنا بس نعاقبه ونسيب جذور المشكله مش محلوله. وشو هي جذور المشكله؟ المشكله اكبر من كمبيوتر انكسر وتخويث على طالب في المدرسه. المشكله في رائد نفسه، في شخصيته وتكوينه وتربايته. احنا قلنا قديش منعاقبه لرائد، والعقاب ما جاب نفع معاه. بركي هاي هي الفرصه اللي منقدر فيها نساعده ونفهمه. انا لو مشيت على كلامك ما حدش رح يتخرج من المدرسه، ولا رح نقدر نسيطر على الطلاب. احنا مهمتنا نعلمهم ونفهمهم الصح من الغلط، مش شغلنا انه احنا نهتم فيهم وفي شغل اهلهم كمان. طب لو فرضنا انه هاي هي من الحالات النادرة اللي لازم نشتغل فيها شغلنا وشغل غيرنا، هاد لو فرضنا انه هذا مش شغلنا زي ما حضرتك بتقول، يعني نعمل هيك ولا نترك مستقبل الولد يضيع؟ يا استاذ سعد انت مكبر الموضوع زيادة عن اللزوم. انا بأكد لك يا استاذ،
رائد رح يعمل مصيبة لو ما ساعدناه، لو مش في المدرسة بعد ما يترك المدرسة، ورح يضل في جزء من المسؤولية علينا إنه ما ساعدناه. أنا ما بدي مشاكل أكثر من هيك، وما بدي وجع رأس من رائد ومن أبوه كمان، يجي أبوه ويتصرف معه. اسمع فادي، إذا جاي تتأكد إني فسدت عنكم للمدير، ما فسدت ولا رح أفسد. يا سيدي شكراً، بس شو رح يصير هسا؟ ما دخلك، اطلع من القصة وريح رأسك. رح يجيبوا أبوك؟ رح يجيبوا أبوك. طب شو رح تعمل لما أبوك؟ طب والفيديو؟ انت شكلك ما بتفهم. مش فكرة ما بفهم، بسيط. شو رأيك تصير صاحبي؟ مش يا عم نصير صحاب، بسيط. ألف مرة حكيت لك خلص خلص فادي. بس رائد انت خلص. ايش في؟ يلا انا اسف، بس في اليوم تدريب عشان يوم النشاط. يوم نشاط؟ بتخوت علي انت؟ انا بتخوت؟ والله ما بتخوت، حتى اذا مش مصدقني انزل وشوف، هاي كل الطلاب بيستنوني في المدرسه. ليش ما انسطحت حكيت؟ يعني انا اسف، ما عيش تلفون عشان اخبرك، لو معي تلفون كنت خبرتك وبعدت لك. طيب هذا التدريب قديش بده؟ يعني ساعه. ساعة، ساعة ونص بتكون مزروع في البيت. ساعة ونص بكون مزروع. يلا روح.